على غرار باقي الدول الإسلامية استقبل الجزائريون بمختلف ولايات الوطن عيد الأضحى المبارك في أجواء من الفرحة والسرور. كاميرا مراسلينا رصدت أجواء العيد بمختلف ولايات الوطن. بهذه التهاليل استقبل الجزائريون عيد الأضحى المبارك بمختلف ولايات الوطن. الكل ضبط عقارب ساعته على موعد صلاة العيد. كل الأمة الإسلامية جمعاء وللجزائرية خاصة، ونتمنى من الله عز وجل أن يعيده علينا باليمن والبركة والإيمان. عيد مبارك للأمة الإسلامية أجمعين، وخاصة للشعب فلسطين، شعب غزة الأبي، والشعب الشعوب العربية والإسلامية. عيد مبارك إن شاء الله، الله يدخله علينا بالفرحة والسرور إن شاء الله وعلى كافة المسلمين. وهذا شهر عظيم مقدس، والحمد لله كما قال واحد ربي راه وفقنا لدينا الأضحية إن شاء الله. صح عيدكم، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله، وغفر لنا ولكم ولجميع الأمة الإسلامية إن شاء الله، وربي يصلح أحوال الأمة الإسلامية. نهاية الصلاة موعد تبادل التهاني بين المصلين قبل التوجه نحو الأضاحي لنحرها بين من لعب دور الذباح ومن استنجد بالمحترفين. الحمد لله متضامنين متكاتفين بينهم، يعني نجتمع مع بعضنا بعض ونتعاونوا يعني على الذبح والسلخ وكذا، ونشوفوا نفقدوا احوال الفقراء. غاين يربحنا كل الجزائر وكل ان شاء الله خراوين الا نلقى يسلم وكل اللي يسلمنا وكل ان شاء الله خراوين يقلبونا دياوي. انا كنت نيني صح العيد النون مبارك ان شاء الله، كلش قواش ان شاء الله يتوقع الخير ذربح ان شاء الله يثروا الجزائر وكل ثمور مدنو كل ثم الامه الاسلاميه. عيد الأضحى المبارك تجسدت فيه أجمل صور التضامن والمحبة بين الجزائريين الذين اجتمعت أمانيهم في هذا اليوم المبارك بأن يحمي الله الجزائر. فكل عام وأنتم بخير. صح عليكم.